طبعا الحجاب مش حرام ولا حاجه، انا كل امي متحجبه، كل اخواتي متحجبين، وهو الحجاب عيب لما ربنا يريد بيها تحجب على طول، مش عايزه كلام، هي عايزه واسطه، الحجاب ده عايز واسطه بين العبد وبين ربه. ليه كده دخلوا في اللي مالكوش فيه؟ ايه يا جماعه؟ يعني هو انا انزل كل صوره طلعوا مره في الانعاش، مره ماتت، مره مش عارفه ايه، وانا برقص ولسه ما قلتش ان انا اعتزلت، ولا قلت ان انا يعني ما برقصش، ولا قلت ان انا ما بلبس عريان، ولا قلت حاجه. يعني ليه تقولوني وانا ما قلتش حاجه؟ حرام عليكم بقى، كفايه بقى. الله، اسكوز مي، اخر اسكوز. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. وتعالى نشوف تصريحات فيفي عبده اللي الغريبه، اللي هي زعلانه من الناس اللي بتقول عليها ان فيفي اتحجبت، او انها زعلانه من الناس اللي بتقول فيفي عبده هتبطل رقص، او فيفي عبده ما بقتش بتلبس عريان. هي زعلانه من الناس دي، الناس اللي بتقول عليها انها اتحجبت او هتبطل رقص، او ان هي حتى مش هتلبس عريان. لا، ده هي بتاكد الكلام ده تاني، بتقول لا يا جماعه انا مش محجبه، انا لابسه كده علشان انا بردان، ولابسه كده ولسه هفضل زي ما انا البس عريان، ولسه هرقص زي ما انا. وبتعترف بتقول ان والدتها واخواتها محجبين، بس انها مش محجبه. انا مش فاهمه ان المفروض ان الوقت يكون امتى يا فيفي عبده انك تتحجبي؟ يعني انتوا ما شاء الله كمان الحجاب مش بالسن، هي مش بسنها كام علشان كده تتحجب، بس المفروض يعني الواحد لما بيمر بتجربه الناس بتتاثر كده، ومفروض تقرب من ربنا. انما هي كل مأوحتها في الحياه ان حد يقول لها انك ازاي مش قادره تتحركي، او ازاي انت محجبه، او ازاي ممكن تبطل رأسية. عندها دي الكارثة الحقيقية بالنسبة لها، ان انا مش هبطل رأس يا جماعة، ومش هتحجب الا لما ربنا يشاء. انا يعني انت خد الخطوة عشان ربنا يكمل لك بيها، خد الخطوة، انما انك تطلعي محجبة والناس تقول على فيفي عبده اتحجبي، ده حاجة حلوة ليكي، مش تزعلك. وانت انتوا مالكوا وتتدخلوا في شؤون الناس ليه؟ الناس مش مالها، الناس من لقى منكم منكرا فليغيره. احنا مش بنغيره، احنا مش هنقدر نروح نلبسك الطرحة غصب عنك، بس بينك وبين نفسك وبين ضميرك اعتقد المفروض تحس بكده. بس انا مش مستغربة من كده تصريحات يسرى ان هي هتعتزل التمثيل وهي تعبانة، واول ما بدأت تبقى كويسة خلاص. ولا انا ما قلتش كده، او بمعنى اصح مش عايزة، لا ده انا هعمل مسلسل واثنين وتلاتة. الناس دي بتفتكر ربنا وقت التعب وبعد كده خلاص اول ما بيرجعوا يستردوا صحتهم؟ لا، للأسف ربنا بيديهم اختبار وامتحان وبيكون شديد قوي، بس هم كل مرة بيسقطوا فيه، مصممين ان هم يسقطوا. مش حتى هي فيفي عبده عايزة تبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده قدامكم في الحجاب، تبقى محجبة عشان ترضي الناس، بس برضو تلبس اللي هي عاوزاه عشان ترضي نفسها. بس متاع الدنيا زائل، يعني انت عملتي بما فيك كفاية، رقصتي وعملتي حاجات كتير قوي، كفاية فيفي عبده. وحتى لو مش كفاية لما الناس تنتقد او تقولك انت اتحجبتي، مش تقولي كده يا جماعة وانتوا مالكم، انا لسه هرقص ولسه كمان انا بلبس عريان. انت بتعترفي؟ صدقيني في ناس كتير بتحبك، وناس كتير بتستنى اعمالك وكل حاجه، بس هم عايزينك تبقي كويسه. صدقيني لو في مجموعه معينه بيحبوا اللي انت بتعمليه، هم انت بتشيلي ذنب وهم كمان بيشيلوا ذنب. انا مش عشان الناس بس اللي تيجي تقول لي هو انت مين عشان تتكلمي كده، وانت مين علشان تنتقديها او يا جماعه ده انا حقي لما بشوف حاجه بتكلم عنها وبقول. وصدقوني في ناس بيبقى غرضها الهجوم للهجوم مش للنصيحه، لاني انا بتقبل لو حد هيقول حاجه او هيكتب تعليق في نقد ليا انا هتقبله، بس يكون بكل ذوق. احنا بننقل لكم المعلومه، بنقل لكم كل خبر، بس في نفس الوقت بقول لكم حاجه اكيد في ممكن حد يستفاد منها. اوقات كتير وفيفي عبده تعبانه كنت بطلع اقول يا جماعه كل واحد له ما له وعليه ما عليه، ندعي لها يمكن ربنا مديها اختبار وان شاء الله تعدي منه. وكنت بزعل قوي لما بنتها بتنزل المقاطع اللي هي الرقص وكل ده، لا ده طلع فيفي عبده هي اللي حتى وهي تعبانه بتنزل كل مقاطع الرقص على الانستجرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي. واحده عندها 7,400,000 ومصممه تنزل حاجات تغضب ربنا، وهي فاكره ان هي كده كويس. نتمنى نشوفك بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، بجد من احسن الصور اللي شفتها ليك يا فيفي عبده وانت لابسه ومحجبه كده. وبرده ممكن يعني في حاجات كتير تعمليها وتستمتعي وانت لابسه الحجاب. انا بشكركم جدا، شكرا، سلام عليكم.